موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل اشتراط المحبة. دليل اشتراط المحبة يعني للا إله إلا الله، يعني باختصار محبة هذه الكلمة وما تقتديه وما تتضمنه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. محبة الله تعالى ومحبة كلمة التوحيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا هو الشاهد، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالمحبة شرط لصحة كلمة التوحيد عند الله يوم القيامة. وعموما كل أعمال القلب أصلها شرط في صحة كلمة التوحيد. والحمد لله رب العالمين.